الناس اللي كيتوالموا مع الحيوانات المتوحشة قلال بزاف. هادشي علاش المصور ريفون راسبورغ كيعتبر راسو محظوظ. ها جوج خرين هو والطاقم ديالو كيصوروا واحد الوثائقي في حديقة الحيوانات، وركزوا على أنثى النمر ديال إفريقيا حيت كبرت في القفص. هاد الأنثى ما عمرها احتاجت تخرج باش تصيد ما تاكل. الفريق ديال ري كان كيحس بأمان في القفص ديالها. كانت واحد الأنثى ديال النمر كتدور وكتاكل، وكنت أنا ديك الساعة كنصورها، قربت من المخالب ديالها، كان داك شي عادي ومريح. سمحي لي ولكن ما تقدريش ديري هادشي. واخا هاد مولات 90 كيلو كتبان درويشه، راها ما فقدتش الغريزه ديالها البدائيه. وبلا ما تعلموا مشات هاد الغداره وتلاحت عليه. ودابا عرفت انها كون شدتني مره اخرى كون راها يا اما قطعت لي القرجوطه ديالي من القدام، ولا تشدني من عنقي من اللور كيما دارت دابا. وديك الساعه الله يرحمني. ري قدر باش يتفك من السيطره ديال هذا الحيوان بمساعده الطاقم ديالو. الهجوم كان سريع ولكن الخسائر كثيره. في الاول ما حسيتش بشي الم كبير، غير بحال شي احساس بالحريق عضاتني في راسي وحلات لي الفرواد الراس حتى الجمجمه. الاثار ديال الضفر الماضيه ديالها تسبوا لي في بزاف ديال الغرازي، ولكن ري عرف بان الامور كانت تقدر تكون افضح من هذا الشيء. هاد الانثى ديال النمر كانت تقدر تقتلني وفرمشه عين. ما كاين ما خيب من شي حيوان اليف متوحش. هاد الدرس المؤلم مكن ري باش يكون في الرتبه الاولى في العد العكسي من سباق العشرين.